طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبي ومعلمي وقدوتي وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللي عاش بالملتقى يرفع يده. الملتقى فين نزار بهبي؟ جد ها؟ أوكي. اللي مو عاش بالملتقى يرفع يده. يا ها نزار يا ها. طيب الحمد لله، صراحة مجهود جبار يشكر عليه الشباب، والله يجزاهم ألف خير والله يجعله في ميزان حسناته. مبتعث مليونير، قصة حقيقية وواقعة، بدأت من عام 2008 لشاب سعودي مبتعث موجود معانا في كندا، موجود معانا الآن في فانكوفر، وموجود معانا الآن في الكونفنشن سنتر، وموجود معانا الآن في القاعة إيه، وبيتكلم إليكم الآن. هو محمد حكيم. بداية يس السلف برا إن شاء الله. تكلمنا اليوم عن محاضرة الصباح للي حضر واللي ما حضر، نذكركم وإن الذكرى تنفع المؤمنين والتكرار يعلم الشطار. تكلمنا عن إنه لازم يكون في هدف في حياتنا، وإنه لازم هذا الهدف يكون واضح، وإنه هذا الهدف لازم يكون فيه علو للهمة. موضوع الفلوس، وانا حتكلم عن الفلوس، ما راح اقول لكم مليونير ومليونير النفس ومدري ايه، لا فلوس، حنتكلم عن الراتب $2,700 $4,000 $100 اللي احنا بناخذها من الحقيقة، وكيف اننا ممكن نبدا ان شاء الله نحول من 2700 الى $3,000 في السنه، ومنها ان شاء الله الى اللي يبغى يصير مليونير باذن الله سبحانه وتعالى. ناو خلينا أكون صريح، اللي أنا راح أقوله ممكن تأخذوه وممكن ما تأخذوه، ممكن يمشي عليكم ممكن ما يمشي عليكم، لكن المبادئ اللي حصلت لي والمبادئ اللي أنا تعلمتها من ناس كان لهم خبرة في هذا المجال جربوها على أكثر من واحد ومع الكل ظبطت. في محاضرة اليوم، في هذه المحاضرة بسوي ثلاث حاجات. أول شيء أباكم ريلاكس and we wanna have fun. Who's ready to have fun؟ بالضبط، خلينا نبسط خلاص، نهاية اليوم إن شاء الله قربنا. وهذا ثاني شيء، لا أحد يصدق ولا كلمة طالعة مني. طبعا لو جيت سألتكم البنات حيقولوا عشانك ولد فما حنصدقك، بس الإجابة لأنه الكلام اللي أنا حقوله اليوم وحقوله دحين هي حادثة حصلت لمحمد حكيم، ممكن تنفع لكم ممكن ما تنفع لكم، اللي يعجبكم منه خذوه واللي ما يعجبكم منه ارموه. الشيء الثالث، لما ارفع يدي معلش خلوكم معايا ارفعوا يدكم، اللي لما اقول كلمة ردوا علي، خلي يكون في حماس في الغرفة. طيب مبدأ من أهم المبادئ الرئيسية في النجاح في عالم المال هو معرفة المخطط الداخلي اللي في عقولنا بالنسبة للمال، اللي هي اسمها بالإنجليزي البلو برينت. أنت هل بالنسبة لك المال غاية؟ هل بالنسبة لك المال وسيلة؟ أو هل بالنسبة لك المال غاية ووسيلة؟ فنبدأ بالحكاية. الحكاية بدأت عام 2008، بس أبغى أخذكم شوية ورا 2005، والشباب اللي كانوا معانا من الدكاترة كانوا 2005، كان راتب المبتعث، أنا حتكلم على الشخص اللي هو حارتي عازب، وبعدين ممكن السيستم اللي نحن نقوله حيمشي إن شاء الله على العازب أو على المرافق كمان. كنا نأخذ
$1,200 شيك ما كان ينزل في حسابنا. على فكرة أنا مسوي طريقة جديدة في المحاضرة فما في برزنتيشن، كلها حيكون هنا إن شاء الله، فاللي هو ياخذ نوتس يصير ينشط معي. $1,200 كنا ساكنين أيامها في ووترلو، كان طريقة الصرف من المملكة يصرف بالدولار الأمريكي، من الدولار الأمريكي إلى الدولار الكندي، فاللخبطة هذه بتضيع فيها فلوس في النص، تمام؟ فكان بيجينا 2005 صارت مشكلة مالية، الدولار طاح، صار الراتب $1,137 فكنا $500 بتروح في السكن، كم دولار هنا بتروح، كم دولار هنا بتروح. كالعادة بيجي ثالث أسبوع، السلام عليكم، الله يطول عمركم إن شاء الله، بس لو تسوون إيداع في بنك من البنوك ولا حاجة، بس كده 100-200 أي حاجة كده. والحمد لله الله يخليهم لنا ولكم ويرحم الجميع إن شاء الله، كانوا ما يعني ما قصروا معنا. إلى أن جاء قرار خادم الحرمين الشريفين بإيش؟ الزيادة المالية، وصار الراتب $1,970. الله، ما في أحد ما سوى مفطح لما نزلت الزيادة، ما في أحد ما عزم الثاني في ذاك الوقت، ما في يا كنا مبسوطين والحمد لله، واللي قال خلاص أشتري سيارة، واللي قال أبغى مدري إيه، واللي 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 واللي. ويجي ثالث أسبوع وبرضو ما في. هذا الوقت كان عام 2008، وقت حادثة الأستاذ محمد حكي. محمد حكي إيش اللي صار؟ عام أكتوبر 2008 تخرجت من ماجستير، أخذت الماجستير من جامعة ووترلو، وجاني قبول الدكتوراه في جامعة تورنتو، في قصدي في رايسون جامعة تورنتو، فنقلت. كنت ما أعرف ولا أحد في تورنتو، ولا أحد، لا سعودي لا أجنبي ولا أحد، لحالي. فنقلنا، الراتب كان برضو 1970. بعد ما لفيت تورنتو كلها شفت السكن الراقي، شفت السكن اللي تحت الراقي، اللي حتى تحت الحديد، بس سكنت هنا في النص. سكننا كان السكن، أنا حاطيكم إياه بالتفاصيل، $725 كان السكن حقي، ممتاز صح؟ ممتاز، $725. طبعاً مدلع نفسي، مطلع سيارة وعندي تأمين والجوال ما شاء الله، الفاتورة 300-400 في الشهر وإنترنت، يعني مدلع نفسي هذا. إلين أكتوبر 2008 اللي صار، كان باقي 10 أيام على الشهر أو 10 أيام على الراتب، حسابي في البنك Oh my god 0-0-0. بأمانة بأمانة الكلام اللي بقوله هذه قصة واقعية يا جماعة، أوكي؟ فصفر. طيب أوكي معليش، الراتب كان ما في فلوس، أوكي ما في أي مشاكل، لا تتدبر إن شاء الله، في عندي الماجيك كارد أو الكريدت كارد، يس الكريدت كارد، أنا عندي الليمت حقها $1,500. أوكي ممتاز، يعني أقدر أستخدمها لين 10 أيام. إيوه بس كانت في مصيبة تانية، وهو إنه أنا كانت الكريدت كارد وقتها أصلاً $1,900، يعني متخطي الليمت $400. أوكي طيب ما في أي مشاكل، باقي 10 أيام نقعد في البيت ما نخرج ما نأكل لين ما ينزل الراتب ويصير خير، صح؟ بس الثلاجة ما كان فيها أكل، والله الثلاجة ما كان فيها أكل. قلنا أوكي الثلاجة ما فيها أكل، خير إن شاء الله.
السلام عليكم. صلنا على الوالد وصلنا على الوالدة، الله يطول في عمرهم إن شاء الله. قالوا السلام عليكم. عليكم السلام. معليش أنت عارف في ظروف بيصير الشهر هذا، فلو سمحتوا بس نبغى $1,000. وعلشان أبغى أكون ريسبونسبل، أنا طالب دكتوراه، فقلت للوالد أديني $1,000 وأرجع لك هي $1,200. انفستمنت ما في أحسن منك. فالوالد قال لي خير إن شاء الله. فقلنا خلاص الحمد لله إن شاء الله، أول ما ينزل خلاص هذا وعد بإذن الله سبحانه وتعالى، رح أبدأ أسوي فاينانشال بلان وخلاص أبدأ أسوي خطة مالية، وإن شاء الله رح أبدأ أوفر يعني خلاص إن شاء الله. يجيني تليفون من الوالد وبالحرف الواحد قال لي محمد إيش أخبار الدراسة؟ قلت الحمد لله كله تمام الحمد لله. فقال لي أنت بتروح الجامعة؟ قلت له إيه. قال لي كيف بتروح على الجامعة؟ قلت له والله سبوي في عندنا اشتراك ب $199 فمشترك أنا حق الشهر. قال لي يعني في لك وسيلة إنك تروح على الجامعة؟ قلت له إيه. قال وإيجار السكن؟ قلت له إيجار السكن مدفوع حق الشهر ذا كمان الحمد لله. قال أوكي، وأنت مرسول هناك على إنك طالب، إذا تلغي الجوال وتبيع السيارة وتدبر عمرك مع السلامة طرخ. مع السلامة طرخ. ما طب ما في اكل في الثلاجه ما في حاجه يعني ما عليه يعني سوري يعني بس يعني الواحد يبغى ياكل سينما موفي شيء يعني. فتصنع الوالده تعرف اذا الوالد كان هذا فتروح الى القلب الحنون. القلب الحنون لم يكن حنونا في ذاك الوقت، وتم رفض طلبي من وزاره الماليه رفض تام. وابوي قال لي كلمه الى اليوم ما انساها، دبر عمرك. قلت اوكي. اخذت السماعه، ايش يعني اصلا كلمه دبر عمرك؟ انا العاده ينقص الحساب في السعوديه موجود فيه يعني، وهذا اللي يعني الحمد لله الحمد لله الله يخليهم لنا، ويعني الحمد لله اتربينا على هذا الشيء انه ما حرمونا من شيء. دبر عمرك. طبعا قفلت السماعه زعلان معصب ليش وما ادري ايه، ورجع حمر وخضر وصفر وصار بمبي بس ما برضه ما في اكل ولا في فلوس ولا في اي حاجه. يا جماعه ترى انا يعني ما بضحك عليكم فعلا، انا دحين قاعد اضحك. في ذاك الوقت الله لا يحط مسلم في ذاك الوقت. قلت خلاص يعني هذا اكيد اكيد في حكمه وراه، اكيد 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 في حكمه. طب واكل. تعرف ايش كنت اسوي؟ انا كنت ساكن مع ثلاثه بنتين وولد، يعني احنا ولدين وبنتين في نفس البيت كلهم كنديين. والله العظيم ولا افتخر اني كنت انزل اخر الليل واخذ حبه توست من واحده وبيضه من الثانيه عشان لا يحس انه قل الاكل عندهم. واكلها اخر الليل واروح انام. فكنت اكل ورجعت الغرفه. والله العظيم انا عندي غرفتي كان في مرايه، فطلعت في نفسي فقلت افا جاء اليوم اللي انزليت فيه وصرت امد يدي على الاكل غير. جاء اليوم اللي نزلت فيه الستاندرد حقتي ونزلت فيه الحاجات اللي انا متربي عليها وامد يدي على اكل احد غيري. جاء اليوم اللي انا حوشت نفسي إني أكون في هذا الوقت. بس أنا برضو جيعان. فكنت إيش أسوي؟ كان صاحب البيت ساكن تحت. فأشم ريحة الأكل. فقلت إيش أسوي؟ أخذ اللابتوب حقي وأنزل عنده. على الريحة. فكان اسمه إنريكي. فأنزل إيه إنريكي أولا واتساب مدري إيه وأقعد معاه وأشتغل. فألاقيه بيطبخ بعد ما يخلص يقول لي كل لا 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 ما أبغى شبعان. يعني يقول لا 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 شبعان بليز الله إذا تغصب يا إنريكي. ناكل ليش ما ناكل؟ حاضر. ويلا بوريتو ما بوريتو أكل مكسيكي كان ولا أحلى. رجعت البيت طلعت غرفتي هذاك اليوم
وقلت طيب وبعدين حقعد على 10 ايام هذه كلها على اكل انريكي وعلى شحتة بيضة من هنا. طب افرض اكلها مخلص ايش بدي اسوي؟ فكتبت ورقة، كتبت على الورقة هذه قلت والله العظيم والله العظيم ما راح ارجع ولا راح اسير في هذا الموقف مرة ثانية. طبقت الورقة وحطيتها في مكان. اتصلت على الوالد والوالدة ثاني يوم، بليز يعني $50 بس امشي حالي، ابدا 20 ابدا 10 ابدا. قلت اوكي خلاص كده انا كنت قاعد في الكومفورت زون. لما صار لي هذا الشيء اضطريت اني اطلع واضطريت اني افكر في حاجه علشان اكل، والحاجه ايش؟ ام الاختراع. قلت اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تلفزيون توي كنت ناقل، قلت هذا تلفزيون دي في دي وسماعات، مدلع نفسي كمان سماعات وعندي سرير وعندي كلوزت وعندي حاجات للخلاط وما خلاط، ركبتها كلها حطيتها في السياره. قلت ابغى ابيع اغراضي كلها، اخذها محل ابيع $200 تمشيني لاخر الشهر والسلام عليكم ورحمه الله، ولما ينزل الراتب حلها حلها. اوكي يلا بسم الله حطينا كل الاغراض ويلا هذا ونشغل السياره ما فيها بنزين. قصه واقعيه، اللمبه الصفراء مولعه. اوكي مو مشكله نطلع المكان نشوف في مكان قريب مننا ان شاء الله السياره توصل. ايوه في والله محل 10 دقائق بعيده عن بيتي. ركبت السياره قلت يا ربي بليز بس اوصل ذاك المحل والله، وتمشي وانزل السياره عشان البنزين ينزل واروح وهذا لين ما وصلت المحل. وصلت المحل ولقيته من الناس اللي الفلوس بالنسبه لهم حياه، فيعني عشان يطلع القرش منه لازم يزلك. ناديته السلام عليكم هلا سوري قلت له هاي ما ادري ايه، قلت له انا عندي هذه الاغراض ابغى ابيعها طالع فيها. قال لي اوكي بكم؟ قلت له $200 $200. قال لي يا شور $200 مبسوط انا. قال لي $200 is a lot I will actually give you. $70 هي $70 تلفزيون لحاله قيمته $100. قال لي $70 ما في غيره، وكمان هو كان في الدور الثالث. قال لي كمان تطلع انت كل شيء بنفسك وكمان تطلعها فوق وتورينا انها شغاله وبعدين اعطيك $70. اوكي الله يعين عليك. اخذت الاغراض طلعتها واحد واحد، فتحت التلفزيون اشتغل هذا اشتغل هذا اشتغل هذا كله تمام الحمد لله. اوكي كله تمام، بدينا شوي شوي نرتاح. جينا الى اخر حاجه باقي من ايكيا مشتري كلوزت وفكفكها، وقلت له خلاص هي هذه اللي باقي وهي سهله. قال لي دام انها سهله انا لسه باقي لي ساعتين على المقف بسويها. قلت له اوكي ادور على الكتالوج اللي من ايكيا، ما في. ادور يا ربي من هنا احطها قدامي، اطالع يمين اطالع يسار، يا ربي تي يا ربي هذه كيف تيجي، يا ربي هذه كيف تركبت، يا ربي ما ادري ايه هذا. الاقي اني نسيت اهم قطعتين في البيت وماني عارف اي بيت، هل هي في تورنتو ولا في واترلو؟ فقلت له والله يعني في حاجات نسيتها خلاص يعني انا اخذها. قال لي اوكي واعطيك $40. يا جماعة يا هو قيمتها أصلاً $30 في أيكيا وأنا مستخدمها يعني خلاص ما هي. قال لي هذا اللي عندي. قلت له طيب أعطيني $20 أنا أروح البيت أجيب الحديدتين وأرجع مرة ثانية. قال لي لا. قلت له طيب أديني $10 بس أعبي بنزين. قال لي لا تبغى الفلوس تروح ولا $30؟ قلت له والله ما أخذ $40 والله لا أروح أجيب الحديد. ركبت السيارة والله العظيم إني قاعد أبكي، حسيت بذل بس انا اللي جبت الزول لنفسي. طولت الحكايه قصرت، رحنا البيت دورنا على الحديده لقينا الحديده رجعنا ركبنا الحدايد اعطاني $80 عطف علي واداني $80. من يوم ما اخذت $80 كانت اغلى $80 في حياتي.
لأنها جاية بدعم. فأخذت $80 سويت فيها الآن. قسمتها إلى 24. مبدأ التحليل، أنا عندي حاجة كبيرة وأسوي لها تدرج. طيب قلت هذه حقة الأكل، هذه حقة البنزين، وهذه إمرجنسي. شوف صرت أفكر في إمرجنسي. هاي وهذه سيفين. أوكي خلص الشهر، هذه ما مسكتها، هذه ما مسكتها، طبعا هذه عبيت بيها بنزين، وهذه الله يخلي برجر كينج. برجر كينج كان عنده كل يوم السندويش بدولار، كنت فعلا اكل كل يوم السندويش اللي كان في ذاك اليوم. والله لا ياكلكم من برجر كينج يا جماعه، والله العظيم كانت مذله. طيب نزل الراتب، اخذت وعد على نفسي اني ابغى اصير مليونير. خلاص سوري ما راح اوصل للمواصيل هذه مره ثانيه. اوكي لما حطيت لنفسي هدف اني ابغى اصير مليونير، يعني قلت هل معناته انه لازم يكون عندي مليون بعد كم شهر او بعد شهرين او ثلاثه أربعة خمسة ستة؟ قلت لا، انه يكون مليونير اني اكون فاينانشلي فري. فاينانشلي فري قلت هذه هي الخطوه اللي ابغى اكون فيها مليونير. يعني ينزل لي الراتب وينزل لي كمان راتب ثاني، ومن عاد اسوي سيفنج واسوي انفستمنت واسوي بزنس وكتبت خطه. كيف ما اعرف، بس انه هذا الشيء هو اللي راح يصير. فقمت اول شيء سويت جدول، قاعد استخدم ورق كثير ساعات. سويت جدول، اول شيء قلت ابى اعرف انا وير دو اي ستاند، يعني انا فين الان. لقيت نفسي اني مديون $4,000، تليفون، انترنت، كريدت كارد، فواتير ما دفعتها، مدري ايه، $4,000. تمام، كمان مستلف فلوس من شباب $1,000، مجموع $5,000. اوكي قلت ان شاء الله ديسمبر 2009 هذه حتصير صفر. كيف برضو ما اعرف، بس حسوي. تذكروا انريكي؟ رحت له قلت له انريكي انا ابغى اصير مليونير، دخلت عليه قلت له ابغى اصير مليونير، انت صاحب بيوت انا ابغى اصير زي مليونير. قال لي اوكي ايش تبغى تسوي؟ طب راح اشتغل. قال لي اوكي بس انت انترناشونال ستودنت. قلت له عادي اشتغل. قال طيب فين تبي تشتغل؟ قلت له ما ادري، حروح ادور لي شغل. ودراستك؟ قلت له ان شاء الله اقدر اوفق بين الدراسه والحاجه. فعلا رحت اشتغلت في محل ارماني اكسشينج، اذا احد يعرف، ب 10:30 في الساعه. شغلوني، وصلت اكثر مبيعات في اليوم الاول، اكثر مبيعات في اليوم الثاني، طردوني اليوم الثالث عشان اوراقي ما جات من الحكومه الكنديه. اوراقي ضاعت، رسلت اوراق الورك بيرمت فضاعت. فقلت هذه من جد لما تتعقد تتعقد صح هذا. بس شوف وش اتعلمت، انه الورقه ضاعت. اولا لما اروح البريد لازم اخذ حاجه اسمها تراكينج نمبر، نسيت اخذ. طيب افرض وقتها، فايش سويت؟ قلت خلاص انا حستخدم اليوم ورايح البلاك بي. اول ما اجي وهذا قبل ما اكتب ولا شيء، ترك اخذ صوره بالتراكينج نمبر، فتعلمت شيء. الشيء الثاني عرفت انه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه ما صارت الا ربنا، معناته العشرة ونص هذه ما راح توصلني اني اكون فاينانشلي فري، فمعناته في طريق ثاني. افكر في طريق ثاني، افكر في طريق ثاني، لقيت قدامي انريكي. انريكي هذا انسان عنده 7 بيوت ومأجرها لطلاب. قلت له اسمع يا انريكي، بالعربي انا حاشتغل معاك انت حتكسب زياده،
أنا ما أشتغل معاك سنة وحتفلس. قال لي أوكي كيف؟ قلت له أنا تمسكني البيوت كاملة بشرط. بداية كل ترم أجيب لك ناس يسكنوا في البيت، والسعر اللي أنا أحطه أنت تأخذ منه سعر الغرفة والباقي أنا أخذ. قال لي أوكي. قلت له وأصير أنا المانجر حقهم، فغير كده عن كل روميت عن كل رأس أنا أخذ $50 حسابها، خليناها ب35. أوكي. مشيت الأمور. أنا أول ما مشيت ما ضبطت. على نهاية السنة إنريكي قال لي دام أنت كده متحمس وهذا خليني أخذك لسيمينار عن المال اسمه المليونير مايند إنتنسيف سيمينار، اللي هو من السيمينارات الكثيرة اللي بتصير في كندا عن الـ how to change your blueprint، عن هذا عن الفلوس وكيف إنك تطمح تصير مليونير. وتعلمت حاجة غريبة، تعلمت المبدأ هذا عنده. قلت أوكي معناته أنا مخي نظيف، فقلت خليني أسوي هذا على large scale. أول ما ينزل الراتب أبدأ أقسم فلوسي شوية شوية، ومن الفلوس اللي تيجي من هنا والفلوس اللي تيجي من هنا، والله كريم ونشوف إيش اللي راح يصير. اللي صار إنه جاء جانيوري فبروري مارش وإبريل وجون وأنا زي ما أنا، بيبقى شوية من الراتب بس إنه طبعًا وقتها في جانيوري إيش صار؟ الملك طلع قرار مو بس كذا، أنا لسه غرفتي والسكن 725، فيعني هذا بيزيد وهذا واقف مكانه، تمام؟ فقلت خلاص جات نص السنة جات، فلازم أبدأ عندي $5,000 أدفع. السيستم راح أجي بعد شوية، لكن خليني أقول لكم إيش اللي صار بالضبط. 31 ديسمبر 2009 حسابي التشيكينج اكاونت كان موجود فيه $1,500، اوكي الكريدت كارد $600، يعني باقي لي كم من $1,500؟ $900، اوكي عندي في السيفينجز $2,200، عندي في الامرجنسي سيفينج $2,300، الدين حقي $5,000 وصار صفر. اوكي في 6 شهور ايش سويت؟ سويت 3 بكل بساطة، كان ينزل لي $2,700، أوكي؟ فقلت في قاعدة رئيسية تعلمتها، يقول لك أول ما ينزل لك الراتب إيش أول شيء نسوي؟ ندفع فواتير وندفع هم البيت وندفع هذا. غلط، هذه أكبر غلطة إحنا نسويها. دائما نروح نفكر في الدين، تفكر في الدين حيجيك دين. أول شيء أي ملياردير يسويه في العالم he pays himself first، يدفع لنفسه راتب، هذا أول شيء يسويه قبل ما يفكر في أي شيء تاني. تاني شيء يفكر في الفلوس حقت الانفستمنت، بعدين يفكر في النسيسري اللي هي حقت السكن وما السكن ومقاضي البيت والجوال والسيارة وا وا وا. احنا اكبر غلطة اول ما يجي الراتب اوكي ادي 2700، انا علي 400 جوال وعلي مدري 1200 مدري سكن وعلي مدري ايه، وهذا تصفى بعدين $400-$300
في جيبي انت ولا حتكفي اربع اسابيع عزايم مع عزايم افلام وهذا. فقلت خلاص لازم احط نفس القوانين. اولا نمسك الجوال فاتوره جوالي سوري pay myself first. قلت انا يكفيني $20 في اليوم بس. فايش صرت اسوي؟ كنت اسوي جدول. يا جماعه الكلام اللي حتشوفوه دحين ممكن تقولوا يا الله شوف بالله القحروطي اقعد احسب بالدولار وده اقعد احسب بالدولار. في حسابي انا دحين $60,000 اذا والله هذا راح يخليني قحروطي شور. خليني قحروط عادي. فايش سويت؟ قلت اوكي $20 في اليوم. يعني في الاسبوع $140. تمام. وفي اربع اسابيع $560. اوكي. جيت قلت بعدين طيب في احيانا ابغى اكل برا يعني ادلع نفسي شوي. تمام. فمثلا اليوم يجي ب $30 فقلت ايش اسوي؟ كنت احط جدول الفلوس في البلاك بيل. اوكي وقبل ما انام امسك البلاك بيل. اوكي اقول اوكي اليوم انا صرفت $20 اذا لا لي ولا عليك. طيب اليوم صرفت $15 باقي خمسة. اقول ايش اسوي بالخمسة دي؟ لا اقسمها $5 واوزعها على 5 ايام او اني اخذها واحطها مثلا في الويكند. تمام. فصرت اول شيء اشيل اول ما ينزل الراتب اشيل $560. طيب حتخلص؟ لا حبيبي ما حتخلص. 560 لو انت حريص ما تخلص. مقاضي البيت $200 تكفي. جيد $200 تكفي. ايه طب معليه محمد احنا بنشتري مقاضي بس في نفس اليوم بروح اكل برا. وهذا اللي كثير ناس يسووا يجي على اخر الشهر نص الخضار في الزبالة نص اللحمة في الزبالة ولا كأنه صار شيء. فلازم يكون في بالانس في الموضوع. يا تأكل برا يا تأكل في البيت. طيب هذا بالنسبة ومشيت معي الحمد لله. طيب الجوال 560. خلينا نمسك النسبة السعر اللي هي الإيجار. أنا كان إيجار غرفتي 725. تمام. وكان الجوال كان 300. رحت عدلت البلان حقته لقيتهم مخبصين علي. قلت والله اوكي حاجه من اللي تعلمتها في السيمينار هذا تعلمت طريقه النيغوشيشن. فلما لقيت انه فواتيري كثير وترى تصير ويمكن الناس اللي عندهم خبره يعرفوا كمان اكثر يمكن تطلع منهم ديلز 50% فاتوره راحت لمده 6 شهور ما ادري ايه. المهم طلعت انه ادفع في النهايه في الشهر $120 بس. واشوف صراحه اللي يدفع اكثر من كذا ترى يبغى له يراجع الاكونت حقه. في احلى حاجه عجبتني هي هذا البلاي. انا كنت احط لها $100. يقول لك قاعده البلاي هذه تبعتر ابوها على نهايه الشهر تخليها صيرو موفيز ما موفيز خرجات ودخلات ومدري ايه والكلام هذا كله $100 تكفي؟ يس. انت اصلا جاي هنا تدرس ما حتروح الموفي كل يوم اي مره في الاسبوع $10 $40 اي ماكس $50. ف لما جيت قلت في المحاضرة الأولى إنه هذه رحلة مو رحلة بس إنه والله نبغى نتعلم إنه كيف نكون أبطال في الأكاديميك ونمسك مشاريع ونصير مرة بحوثنا واو هذا لا إنه كمان برضو نعرف كيف نمسك نفسنا ونعرف كيف إنه نبدأ نصرف على نفسنا وما نعتمد على أهالين. لأنه أنت لما يكون عندنا هو سيستم أنت عندك $2,700 وتقدر تتعامل معها. لو زاد صفر حتعرف تتعامل معاها. لو زادت صفر حتعرف تتعامل معاها. لو زادت صفر حتعرف تتعامل معاها.
وهلوم جر إن شاء الله. والله يزيد أصفاركم على هذه الجهة مو على هذه. تمام. ف النصيحة اللي أبغى أقولها، ينزل الرد، واحد تدفع لنفسك أول، وكل واحد أدرى بنفسه. أنا أخذت $20 في اليوم كفتني، تبغى 30 حطها 30. رقم اثنين، عندك النسيسري اللي هي الحاجات الضرورية اللي هي السكن. لو أنت الحالة أو لو أنت الحالي ساكنة في شقة وبتدفع، أو حتى لو مثلا أنتوا اثنين وبتدفع في شقة 1500-1700 دولار، أنقلوا كتير. 1700 غرفة شقة واحدة كتير، أحسن لك تروح توفرها تحطها investment ولا إنك تقعد تدفعها في سكن. 1700 دولار في غرفة شقة أو شقة غرفة، إيه ده؟ وبعدين الشقة كلها ترى زي بعض، اللهم اللي تبغوه سكيورتي تحت بس وشيء نظيف. يعني 1300 والله فيش، يعني عندنا احنا في تورنتو يمكن اغلى من فانكوفر شوي، احنا عندنا 1350 شقة وفي 1700 شقة. 1350 الفرق انك ممكن تقعد كده، وال1700 تقعد كده. وبعدين انت حياتك كلها في جامعة، فيعني يا دوب اللهم بتروح بتنام بتعزم لك الشباب، حتى الشباب ما يتعزمون كله لانه كل شقة قدامه تاون كلها قد كده. انقل عادي، ايش ها عادي، لقيتوا بيت الله، انا كنت ساكن في بيت 725 وكان بيت انظف من اي شقه في الداون تاون، جيبوا لكم روميت وقسم. خصوصا بالنسبه للشباب، ما ابغى اسكن مع سعودي يا اخي، انا قلت روميت لا ما قلت سعودي. بامانه في ناس يقول لك لا يا اخي انا بتعلم انجليزي، اوكي حلو جيب لك روميت ما يكون سعودي. طبعا انا احب اسكن لحالي، اسكن لحالك ما تصرف 1800-2000 دولار لحالك. طيب 1350 مثلا افريج الفاتوره الجوال، اكثر من 150 انت بتسوي شيء غلط. المقاضي تاخذها من هنا. طيب ابغى انترنت وتلفزيون وهذا، يا اخي تلفزيون معليش بصراحه، بالنسبه للتلفزيون اللي بجيب تلفزيون اجيب تلفزيون، انا ما عندي تلفزيون وكل شيء موجود في النت. الفرق يمكن بيني وبين غيري انه مثلا يشوفوا الساعه 10 انا اشوفها 10:30، هذا الفرق، هذا اذا شفته انا كمان. فاحيانا في ضروريات وفي لوكسري يسموها ما نحتاجها احنا كطلبه. ما بقول لكم لا تعيشوا عيشه اللوكسري وهذا، بس يا اخي بدل ما تصرف حاجه مثلا في تامين سياره ب 240، يعني انا سيارتي والله العظيم يعني تبكي العسكري لما يوقفني، وادفع فيها تامين 240 دولار. بالله مو انا اولى بال 240 دولار؟ بعت السياره. اذا ابغى سياره في حاجه اسمها زبكار ب 10 دولار الساعه، اخذها وانتهى الموضوع. ولا اروح استاجر لي سياره من موقع نزار برايس لاين 100 33 دولار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا اذا مره يعني. طيب 3500 مع 725 5-2-2-1. طيب بيجي من هذا 500 دولار. تمام 500 دولار. الحين في ناس عندهم كريدت كارد، صح نحتاج الكريدت كارد عشان نقدم قبول في الجامعة، فعلا ما فيها كلام، والكريدت كارد سلخ. تمام، ففي حاجة اسمها بري بيد كريدت كارد وموجودة في محل اسمه ماني مارت. تمام، فهذه ممكن تاخذوها تعبوها 300 دولار، تستخدمها تقدم للجامعة وانتهى الموضوع، تدفع لها في الشهر يمكن 7 دولار، ولا انك تورط في اوفر ليميت في الكريدت كارد العادية وتدفع 20 دولار. طيب 500 دولار شيلوا منها 240-300 دولار في الشهر، حطوها في بنك غير البنك اللي انتوا فيه، ولا تطلعوا له بطاقة ولا اي شيء، حتى البنك الاونلاين ما تسووه. فنقول
200 ناخذ الافريج 250 واكثر. $2,900 اوكي، $2,900 سيفينج. هي مو $2,900 اللي سيفينج في 12 في السنة، هذه في السنة اوكي. هقول يا الله سنة بس $2,900 في السنة؟ ايوه حبيبي، اديني انفستمنت يعطيك $300 ولا $240 في الشهر، ما في ولا بنك يعطيك انفستمنت، ما في الا واحد انفستمنت يعني او هذا قدرات. لما نحن قاعدين 3 سنين $8,700، لو قاعدين 5 سنين ضربوها في 5 بكم الدولار مع الريال؟ صار بسوي 3 وهذا 37 صارت حصة رياضيات. وإنجنيرينج 8,700 دولار في 3 سنين أوكي. راح يقول لي واحد يا أخي بالله هذا المحاضرة كلها $8,700 يا أخي، أنت لو ما سمعت المحاضرة هذه كان هذا راح يصير بالزيرو. هل هذا good investment ولا ما good investment؟ بعد ما تخلصوا من ال هذا عاد يبدأوا يفكروا بعدين في طرق تانية إنكم generate money والبزنس يا كترة. هذا طبعا ما راح يكفي لها السمينار هذه، لكن الفكرة الرئيسية في إنه لما ينزل الراتب سواء كان عندك مرافق ما عندك مرافق، أنت لحالك ما عندك أنت لحالك، هي number one إنه أنت you pay yourself first، تدفع نفسك أول. رقم 2 تفكر بعدين في هذا، إذا كان عندك luxuries شوف cut يطلع من الكومفورت زون. $8,700 it's very worth it يا جماعة، very very worth it. على الأقل لما تخرج من كندا ب $8,700 تقدر تجيب للوالد ولا الوالدة ولا البنات لوي فيتون كفي بالراحة. والشباب بدلة ولا باص للوالد ولا هذا، ولا مقدم سيارة ولا يمكن زواج كمان. أتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير. الله يعطيك العافية.